بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فلعلنا تصيبنا نفحة من هذه النفحات فلا نشقى بعدها أبدا. بهذه المعاني المهمة في هذه الحياة نعيش هذه الحياة بما أراده لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، لننعم ونسعد في الدارين في الدنيا والآخرة. تعالوا بنا واسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم وإليكم هذه الرسالة، أو رسالة جديدة من رسائل الخير التي نبثها دائما عبر هذه الحلقات. واسمحوا لي أن أرحب بالشيخ أحمد دسوقي من أبناء الأزهر الشريف، وأسعد دائما حينما ينسب الشيخ والعالم إلى الأزهر الشريف، قلعة العلم والعلماء، قبلة المسلمين في العلم. مكة قبلة المسلمين في الحج، والأزهر قبلة المسلمين في العلم. شيخ أحمد أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. ومدام أهلت مواسم الحب، أهلا بمواسم الحب ومواسم الخير ومواسم العطاء. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك والسادة المشاهدين بألف صحة وعافية وسعادة وراحة بال. يا سلام، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يعني أول ما تيجي مواسم النفحات، الله، أقدر بنا نعمل إيه؟ الله، في البداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حضرتك ابتديت بحديث يعني أتمنى أن أبدأ به أنا الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات الله فلا يشقى بعدها أبدا. نفحات الله هي عطاءات الله. نفحات الله هي إيه؟ عطاءات الله. وخلي بال حضرتك في فرق بين عطاءات الله وخيرات الله. أيوة فعلا، زي ما في فرق بين المحسوسات والملموسات. خيرات الله ملموسة، زي الأكل والشرب، ملموس ومحسوس. أما عطاءات الله، أما نفحات الله، محسوسة ولا تلمس. إزاي؟ ربنا عز وجل بينزلها على القلب إذا صلح وصفى وطهر وأصبح هذا القلب جاهز لعطاءات الله، أصبح القلب ده جاهز لنفحات الله عز وجل. إيه هي الحاجات اللي ربنا بينزلها على القلب حتى ينال نفحات الله؟ زي السكينة، زي الطمأنينة، زي النور. قال تعالى: السكينة هو الذي أنزل السكينة فين؟ في قلوب المؤمنين. دي نفحة. السكينة لا تشترى بالمال. ناس كتير جدا أمنيتهم في الدنيا أنهم يكون عندهم سكينة. ما هو لما تنزل السكينة يحصل إيه؟ يحصل التأييد والإيمان يزداد. نعم. فأنزل سكينته عليه، أصبح في طمأنينة. الطمأنينة بتيجي في القلب، ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. يبقى الطمأنينة ينزلها الله على إيه؟ على القلب. النور بينزل فين؟ على القلب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى عطاءات ربنا في الأيام اللي احنا فيها دي نور، سكينة، طمأنينة. انت وكلنا محتاجين للنور وللسكينة وللطمأنينة أكثر من الطعام والشراب. لذلك النبي قال: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة سكينة طمأنينة نور فلا يشقى بعدها أبدا. طيب، أحرى بنا أن نقرأ هذا المعنى في هذه الآية: ففروا إلى الله. الله، يعني نرجع إلى ربنا. الرجوع بقى فرصة نرجع لربنا، ما هو ده كله شريطة الرجوع، نرجع لربنا فننطلق طبعا وفي هذه الفضاءات في الطريق، فتتحلى قلوبنا بكل ما هو سني بعد أن تخلت عن كل ما هو دني. الله يفتح عليك. حضرتك بتقول نرجع لربنا. أيوه. علشان ننال النفحات والبركات يبقى لازم ننظف القلب. مش هينال نفحات ربنا في الأيام دي إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك ربنا قال على الخليل إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. صف القلب، أصلح القلب، طهر القلب. ربنا سمى نفسه أستاذي التواب بصيغة المبالغة. ليه يا رب؟ لكثرة من يتوب عليهم من عباده، ولفعل الذنب مرة بعد أخرى، وكل مرة ترجع لربنا عز وجل والله يتوب، وتفعل الذنب مرة أخرى وتتوب وترجع لربنا والله يتوب. لذلك سمى نفسه سبحانه التواب. وتجد القبول مع التوبة في القرآن: غافر الذنب وقابل التوب.
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة؟ يبقى لو حضرتك وهو الذي يقبل التوبة فتلاقي مع التوبة القبول. ليه؟ لأن دي ما بتكونش إلا مع ربنا عز وجل فقط. لو أنت أذنبت في حق شخص ورجعت له ممكن لا يقبل توبتك. ليه؟ لأن حجم ذنبك لا يغتفر. أما الله عز وجل يقول لك متى أتيت إلي قبلت توبتك. لذلك التوبة تأتي مع القبول مع الله عز وجل. كلنا علينا نرجع لربنا ونصلح ونصفي ونطهر قلوبنا حتى ننال بركات الله عز وجل. لذلك قال لنا أهل الله وقالنا علماؤنا الأكابر من علمائنا الربانيين لابد مع التوبة أوبة. لابد مع التوبة أوبة، والأوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه. نعم. التوبة وقفت عن الذنب خلاص. نعم. لابد من حركة. نعم. لابد من فعل، فعل الأوبة، أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى لتنطلق من جديد. شوف شوف الحركة إزاي. يعني الإنسان لو تصور وأدرك هذه المعاني بهذه الحركة بالديناميك، لا تكن استاتيك، كن ديناميك يا أستاذي. كل شيء في هذا الكون إن خفت منه هربت منه إلا الله عز وجل. إذا خفت منه هربت إليه. هربت إليه. مش هربت، عفوا، فررت إليه. لذلك خليني نجيب المعنى اللائق. لذلك قال الله لهذا ففروا المقام ففروا إلى الله. مش هروب بقى، لا، أنت تفر من ذنوبك وتفر من كل الدنيا، تفر من نفسك. لذلك لتفر إلى الله. لذلك الفرار وتفر إلى الله. تخيل لو أنت قريب من الله عز وجل هتنال البركة في حياتك. لذلك كلنا بنقول في الأيام دي نفسنا في البركة، فبنقول اللهم بارك لنا إيه في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة كلنا نفسنا في البركة. عارف يعني إيه البركة؟ إنك تنال البركة في الأيام دي. عارف إنك إيه؟ إن ربنا ينزل عليك نفحاته في الأيام دي. سيدنا النبي دعا بالبركة لسيدنا أنس وهو ابن 10 سنوات. الله. طفل عنده 10 سنوات. اللهم بارك له في أهله وماله وولده وأطل عمره واغفر له. 4 حاجات: ماله وولده وأطل عمره واغفر له. النبي دعا له بكم حاجة؟ ب4 أمور. اللهم بارك له في ماله وولده وأطل عمره واغفر له. يقول فدفنت من صلبي 102، من صلبه 102. يقول وكان بستاني، اللي هي المزرعة بتاعته، بتحمل في السنة مرتين، يعني بتطرح مرتين. وكانت السحابة إذا أمطرت في أول البستان لا تنطر في آخره. يا معقولة؟ يعني السحابة لما بتمطر في أول المزرعة ما بتجيبش آخر المزرعة. شوف البركة في المال وشوف البركة في الأولاد. وتجاوز عمره 100. سيدنا أنس بن مالك يقول ولقد بقيت حتى سئمت الحياة وأرجو الله الرابعة أن يغفر لي. يعني البركة، كلمة البركة دي خارجة عن حساباتنا الشخصية، خارجة عن القوانين والقواعد بتاعتنا، لأنها نفحة وعطاء، عطايا من الله سبحانه وتعالى. فاصل ونرجع لحضراتكم، خليكم معنا دايماً.